السلام عليكم متابعينا الاعزاء اينما كنتم، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بريزما للمعلوميات. طال الغياب بسبب بعض المشاكل الشخصية، ولكن سوف نعود ان شاء الله ولعود احمد. والمطلوب منكم هو ان نقر على زر لايك لتشجيعنا من اجل تقديم الافضل. شركة ام ايفون تقدم لكم مسابقة للفوز بهاتف ايفون 12 مع العديد من الاكسسوارات، وبطبيعة الحال بعض يعني الوايرلس شارجر والعديد من الامور يعني بمناسبة الهالوين كما تلاحظون أعزائي الكرام. فالمسابقة تمتد يعني لمدة 13 يوم كما تلاحظون، انطلاقا من تاريخ 5/11. تربح في المسابقة كذلك لديك 6 برامج في برنامج واحد وبثمن رخيص جدا، سوف نتطرح الفكرة بعد قليل. لديك كذلك تخفيض يصل إلى أزيد من 80% بخصوص بعض المنتجات الخاصة بشركة إم آيفون. المطلوب منك هو النزول إلى الأسفل من خلال الرابط الذي سوف أضعه لك في الديسكريبشن. لاحظ معي أولا أنك يمكنك الفوز بهاتف آيفون 12 64 جيجا، يمكنك كذلك الفوز بوايرلس كار تشارجر والعديد من البرامج من بينها فري ترانزا سور لايت عفوا، والعديد من البرامج الأخرى فري إم آيفون تونيس فيكس بطبيعة الحال، فون كيس، وكذلك سكرين بروتكتر الخاصة بالآيفون وبرامج أخرى. ما عليك سوى بالنقر على فيسبوك ونشر هذه المسابقة في فيسبوك، في تويتر، في كذلك مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أو الشبكات الاجتماعية الأخرى. بعدها ما عليك سوى بالنقر على جو. بعد النقر على جو يمكن أن تكون من الاثنين المحظوظين للفوز بآيفون 12. يمكن أن تكون من الأشخاص الذين سوف يفوزون، هم 1000 شخص سيفوز بالفون كيس أو 1000 شخص سيفوزون بسكرين بروتكتر، 1000 شخص سيفوزون بالوايرلس كار شارجر، والعديد من الأشياء أخرى من بينها إليميتد فري ليسنس، يعني أنك غالبا ستفوز إن شاء الله، وهذا ما أتمنى لك بطبيعة الحال. لذلك ما عليك سوى بالمشاركة بالنقر على مواقع التواصل الاجتماعي والنقر على جو وانتظار المفاجأة. هل ستكون من المحظوظين؟ أتمنى لكل شخص أن يكون إن شاء الله فائزا بالآيفون 12 أو على الأقل خل يعني يعني الشارجر وايرلس او مثلا يعني الفون كيسز او ما الى ذلك. بطبيعه الحال بتوفيق للجميع. لاحظوا الان الاشخاص الذين يشتركون هم اجانب، والمدعو المرجو من العرب كذلك ان يكتفوا المشاركه لكي يشارك في المسابقه لفوز بكما تلاحظون هذه الامور كلها، فون كيسز، فون سكرين بروتكتر، والفري ليسنس الخاصه بالبرامج ليميتد، والوايرلس كار شارجر يمكنك بيعه، يمكنك الاستفاده منه، والمفاجأة الضخمة التي هي يعني آيفون 12 يتبقى فيه يعني جوج بياسات كما كنقولوا بالدرجة المغربية، يعني أي آيفون هالوين جيفت باك. لديك كذلك الباك الخاص به بمناسبة الهالوين، ولو هو 6 برامج في برنامج واحد، يعني يمكنك شراء هذه البرامج كلها ب 99، بينما كان ثمنها يصل إلى أزيد من $500. فتقريبا يعني الان بعد انخفض الثمن الى 359، لكن هنالك سيف بمناسبه الهالوين كذلك يقدر ب 259، وبالتالي يمكنك الاستفاده من الماك او الويندوز عن طريق اختيار المنصه التي تتوفر عليها، والدفع عن طريق الباي بال او عن طريق البطاقه المصرفيه الخاصه بك، ويمكنك شراء 6 برامج ب $99 فقط. لديك 4 ليسنس كود ليفت بطبيعه الحال. لاحظ البرامج التي يمكنك شراؤها، برامج خاصة بيعني إصلاح مشاكل iOS، برامج خاصة بإزالة سكرين خاص بالهواتف iOS، استرجاع الداتا، والعديد من وكذلك عمل ترانسفير وباك اب وريستور للواتساب، وبطبيعة الحال العديد من المزايا التي يمكنك استفادة. لاحظ برامج واحد ب 59، برامج واحد ب 69، برامج واحد ب 69، يعني لاحظ معي، ولكنك ستحصل على 6 برامج فقط ب $99. يمكنك كذلك ان تخفض من ثمن المنتوج والحصول على تخفيض لمده يعني سنه كامله، يعني 80% تخفيض 80% بخصوص يعني الاي ايفون دباك، كذلك فيكس بو ولوك ويبر والعديد. لاحظ معي الاثمنة الان، الاثمنة من قبل والاثمنة الان، يعني حتى ان لم تريد يعني مثلا انت لا تريد الاستفاده من هذا العرض الخاص ب 6 ب 99، ممكن ان ترى مثلا البرامج الذي انت مثلا تريد استرجاع الملفات او عمل ريموف لللوك الخاص بالايفون او اي شيء، تخطف
فقط البرنامج المحدد، لاحظ ثمنه من قبل ولاحظ ثمنه بعد يعني هذه المناسبة الرائعة التي أنصح الجميع أن يستفيد منها. حتى إن لم تستفيد من المسابقة استفيد من هذه العروض التي أنا شخصيا لن أضيعها، سأستفيد من إحدى البرامج المميزة هنا سأختارها إن شاء الله بعد إنهاء هذه الحلقة. شكرا لكم أعزائي الكرام على طيب المتابعة، الرابط في وصف هذا الفيديو. لا تنسوا لايك وكذلك تعليقاتكم، فهي بالنسبة لنا شيء مهم وكبير جدا، فهي تحفزنا على تقديم الأفضل والأحسن إن شاء الله. Peace and love، ولا شيء مستحيل أمام الإرادة. حياكم الله.